هاي ظهر أول بيانو بإيطاليا بال 1700 وكان سعره كتير مرتفع، لهيك ضل مقتصر على العيال الأرستقراطية والملكية لفترة 100 سنة قبل ما يصير بمتناول الناس. وبالقرن التاسع عشر بدأت صناعة البيانو بشكله الحالي. آدم بيانو ما زال موجود لليوم، صنعه الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري سنة 1720 وهو محفوظ بمتحف متروبوليتن للفنون بنيويورك. أغلى بيانو بالعالم من تصميم هاينتسمن بيانوز الكندي، وهو شفاف وعزف عليه الصيني لانغ لانغ للمرة الأولى بدورة الألعاب الأولمبية سنة 2008. تم بيعه بمزيد علني ب 3,220,000 دولار. جالاكسي بيانو هو بيانو فاخر تم تصميمه بالإمارات، بيتميز بشكله الغريب وهيكله المصنوع من الذهب بعيار 24 قيراط. مين قال إنه سعر هالبيانو 1,360,000 دولار؟ أنا قال. شوفكم بكرة.